رجعنا مرحبا بكم في عبد اللي مرحبا بكم في عبد اللي شو تايم. وتوا باش نحاولوا نبدلوا جو شويه ونعملوا حاجه مختلفه مش سكتش. المره ذي جانا من اكبر لي سيرك في العالم في اوروبا، ان سيرك فوندي في عام 1800، سيركو اورفي سيركو، اللي هو توا في جوله في تونس، في دي ترابيزيست، في دي كلون، في دي لا ماجي، في كل شيء. نحن باش نستقبلوا جماعة منهم باش يعملوا لنا نومرو ام تي نوميرو مع سيركو اورفي. Momentos que es, te dicas gracias, mucho gracias, bravotos. ¿Dónde es de? هاتينا ميكرو ولا حاجة يتكلموا به جماعة. سكوزاس دي هما منين أصلا؟ دونديه فينغس دابينس مينس. فنزويلا. فنزويلا خويا يا خويا يا خويا على الفنزويلا مدام شنحوالك كيس. كي أبلس لينغواس شنو هي اللغة تحكيو بها؟ واتس إسبانيول. 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 أنت دون بوكيتو إسبانيول. إنكانتادو دي كونوسير. إنكانتادو دي كونوسير. إنكانتادو دي كونوسيرا. إنكانتادو دي كونوسير. سي غراسياس. غراسياس. بايلا بايلا كونيغوس. بروبا كلا تركا لا كابيلاس. كم سيام؟ أكي. أكي؟ نحط تشيت هذا على راسي هذا صحيح صح. إبشي سام؟ أولي؟ هنا؟ دوس؟ تريس؟ كاتورس؟ أيسا؟ أمس حطت. هات. هات. ولا؟ ولا على ولا؟ أودالتيموس. أولماس. سيس سيس كل دبابز هذوما نحن نعملوهم بالدبابز في تونس. اوكي يعملوها بالدبابز في تونس كلا مارس كلا دي مورنيغوس.
ايه عاد برسمك ها 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 نومور ها 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 نوم باي لا كوميجو صح نومور نومور ورسمك لحد رسمك كيتو اسي كيتسيتو اكي نومور لا تيستا ديل مدرس عشخوي برسمك لا تيستا ديل مدرس برس لحنينا برس لحن يعني لا لا كاو يزي غراسيس براس لحنين انت ما زعمك الله مهف وتوا نتعداو للجو تها كويز مع تها فواياج أما قبل ما نعدي لكم السؤال الجديد مع حمدي حدا نستقبلوا الغانيونت متاع الجمعة اللي فاتت اللي جاوبت على السؤال والإجابة كانت مدينة الجبن نستقبلوا مع بعضنا رباب بن محمد عسلامة 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 تحية خاصة للغانيونت عسلامة رباب بن محمد بن محمد شو اسمك؟ رباب بن محمد كما قلت انا بالضبط كيف به منين من نابل نابل تحيه خاصه لنابل يسمع فينا يتفرج فينا كيفاش شاركت كيفاش ربحت؟ شفت تفرجت في البرنامج وشفت الببليستي نتاع تها فياج ودخلت على السيت اللي حاطينه وشاركت دخلت على الباج فيسبوك تاع تها فواياج دونك كنت تستنى تخير روحك باش تربح ولا قلت انا ديما نشارك اي ديما في مفلت حتى اول مره تربح في حياتك في ميسيون لا شاركت في حتى في فيسبوك ربحت اي باهي محظوظه معناها في حكايه الربح باهي انت باش تدور بالقوه اللي تحب عليها وين باش توقف رود فورتون هذاك يكون ان شاء الله الربح نتاعك هاي التشجيع جمهور دنيا ديناميك سسبانس امشي دور على روحك Go! يا 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 بون عندك بون داشاب 250 دينار اوفير بارتاها فواياج توجد فرج في اسم المدينة والسؤال مش يسألون لكم حمدي حدا عايش حالك يا اليوم جنسكم مع تها فواياج في العاصمة الاقتصادية متاع تونس معروفة زادة بالقصبة متاعها اللي كانت برج مراقبة في عهد الأغالبة في الجنوب التونسي زعما احنا وين هذه سهلة برشا حمدي حدا وجواب سهل برشا دونك فيسع فيسع ادخلوا على الباج فيسبوك متاع تها فواياج تونيزي والجواب الصحيح نهار الخميس واللي جاوب صحيح نهار الخميس يكون موجود بحذانا هنا ويربح في الرود ولا فورتون وبرشا ربح مع تها فواياج خليكم معنا وديما تها فواياج معاه برشا ربح في عبدالي رجعنا في عبدالي شو تايم قبل ما نستقبلوا ضيفنا ولا ضيفتنا اللي جايه توا كان تحبوا تربحوا كهرباء يونداي جراند ايديس تبعثوا اس ام اس حرف ا على 85 899 وتربحوا معنا كهرباء يونداي جراند ايديس جراند ايديس وتوا باش نستقبلوا فنانه تونسيه باش تتقلب عليها الدنيا باش تقلب استوديو فنانه مزيانه تحفونا عامله جران جران سوكسي في مصر اون ستار في العالم العربي وجاتنا سبيسيال مول عبدلي شو تايم دره زروق الست دره زروق
زيك بنتي درة يا أمورة يا عسل يا تحفونة. زيك يا تحفونة بالمصري معناها صعيبة ياسر. هم يقولوا تحفة 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 بنتي يا تحفة. يا شعب مصري بنتنا درتنا تحفونة. درة جيت نشوف في الانستغرام تاعك معناها عندك بلاد تتبع فيك 6,500,000. بغلاف الصحاب قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الحمد لله لا اله الا الله 55 مصلي على النبي. هاي الحسود فيها عود, هاي الحسود فيها مدريه, هاي الحسود فيها بيرو. ما شاء الله على بنيتي على خيتي بتقولي 6,500,000. اللهم صل على النبي. وحدهم هذوما ديجا وحدهم تنجم تعمل بيهم بلاد وحدك؟ والله هي فكره باهية. طيبه طيبه علاش ليه؟ دره زرو عودنا ان نشوفوك في انت تبارك الله تمشي مهرجانات العالم الكل, وليت نجمه النجوم بالحق نحكيو, وليت ستار كبيره وتستحق وتنعرفوا علاش. ما شفناكش فقدناك سنه تابيروج نتاعنا جي سي سنه. وانت وينك في انا نخدم ما عنديش الوقت ما عنديش فيلم مش مهزني مد في وجهي يعني. كيف كيف معناها ساعات ساعات واحد يحذر كضيف, ساعات يكون مشارك بحاجه وساعات ما عندوش حاجه, مش لازم ديما يشارك مش لازم ديما يحضر. اي دي فوا تو بري بار طون بار طون ابسونس فوالا معناها مش ديما يزبط بريزون. انت موجود اليوم في جي سي سي بعدم وجودك يعني المادي كيما نقولوا نحن. بتاتر باش نمشي للكلوتور معناها بتاتر ما زلت تخمم. ديما نحضر يا اوفرتور يا كلوتور استدعاوك. نحس اللي زو اي استدعاوني ديما يستدعوني الحقيقه ويعطيهم الصحه. ومعناها بخيتو الواحد كيما تقول انت يمشي مهرجانات العالم الكل يلزمو زاد يكون بريزون في مهرجان بلادو. معناها فما وزن اليوم على الدره اللي كانت ممثلك اهو, كانت معروفه وكانت ديجا موجوده من قبل ما تكون في مصر, موجوده في الافلام موجوده في المسلسلات. فما بوام تاع النجوميه كبير تحسه فجعه نوع من بصراحه. بيان سور بيان سور فما بوا متاع نجومية, فما بوا متاع شهرة اللي تولي عندك بوا مسؤولية متاع وطن عربي كامل معناها يعرفك ويستنى منك في حاجة به في كل شيء, في أي أباريسيون في برنامج في ظهورك في مهرجان في لبسة في مكياج في دور بيان سور في معناها هذوما الكل محسوبين عليك. حتى في تصويره على انستغرام محسوب عليك. وانت في الاخر انا عبد معناها نجم نغلط نجم نعمل حاجه صحيحه, نحاول قدر الامكان اللي نكون مش مثاليه ولكن اتر موا ميم وفي نفس الوقت نعطي اون ايماج باهيه لي انا كممثله كنجمه وكتونسيه وكعربيه وكامراه برشا حاجات. في نفس الوقت انت ايكون في الاناقه في العالم العربي وسيدتي والدنيا واختاروك من اجمل فتيات العالم العربي. هذايا سي ان كوتي زيد تري امبورطون اللي هو يمكن برشا معناها زيد يتبعوا فيه. وانا معناها نحب انا جو مانسبير بوكو من لي ستار في العالم الكل ونشوف اللي هي لي ستار حتى في هوليوود تلقاها على الريد كاربت ولا في مهرجانات مهمه وعلى التابي تلقاها شبيبه برشا تلبس من لي ميور ديزاينور دو موند ولي ميور معناها مارك وعندها ذوق وعندها تعرف كيفاش تتصور تعرف كيفاش تعمل فاشن شوت تعرف كيفاش تعمل وان ميم تو. انت تعرف ولا علموك؟ انا يظهر لي نعرف اللي وراك كيف عندك ناس عندك ناس كي تعمل دور تنجم تمسح هذاك الكل وتخيب روحها تنحي مكياج وتدخل تعمل دور ما يهمهاش في الفيزيك معناها دونك هذا تعطيه حقه وهذا تعطيه حقه. شكون وراك دره؟ شنو هي الماكينه اللي وراك؟ اللي ورايا اللي دابور بون ذوقي نختار ونتبع برشا شنو اللي يصير في العالم وفما بيان سور عبيد يعاونوني دي معناها ناخذ رايهم نتعامل مع دي ديزاينر نتعامل مع دي ستيليست نتعامل مع دي ماكيور دي معناها كل واحد في المجال نتاعو نحاول لي ميور لي فوتوغراف كل شيء. بيسك انت او ميم طون كفنانه ممثله وعندك لو كوتي نتاع غلامور وشيك وديفيلي دو مود ولو غو باش نوريك تصور نتاع فنانات خاطر برشا حديث تحكي على جي سي سي. ما تقوليش احكي على اسمع اسمع مش بشوريك نجوم مش بشوريك نجوم مصريين بشوريك دي خوب واعطيني رايك في فاش لابسين ربريك اسمها شيك ولا نشكي بيك دره. يلزم كان شيك ونشكي بيك ولا نجم نقول كلام اخر؟ قول اللي تحب. تقول رايي بصراحه
روبا نجم تكون حلوه مي مش مناسبه برشا للجي سي سي، والتخان مع روبا ما بعضهم ليه يعني، يا روبا من غير التخان هذيك الزرقاء، يا الزرقاء هذيك مع روبا اخرى. شيك ولا نشكي بيك هذه، ولا هذه شيك ونشكي بيك. انت قولك انا ما نعرفش في الروب، انا ما نلبسش الروب در، معناها ريتني بروب شويه أقبل. شيك وشويه نشكي بيك 50 50 باه خلينا نشوفوا شكون وراء الصوره هذه. اي هي هي مزيانه تبارك الله عليها، مصراره مصرار مصراره موجوده في مصر هي التوازن. اي الكومونس اللي من بعد هذه في الجونة. اي في الجونة حلوة لغاب، حلوة شيك شيك بالحق. اي الحق ما نقول شوفوها شكون، فاطمة نصر باهية مصرارة هي بدنها باهي باهية إلى ان كاركتير، معناها عندها حاجة معناها خاصية فوالا خصوصية خصوصية اكزاكتومون. تحية ليها ان شاء الله تجيب احذانا وان شاء الله تناجحها أكثر. وعليش ما صفقتوش على اللي قبلها؟ أه؟ علي اللي قبلها ما صفقتوش عليه؟ خاطر انت شلختها اللي قبلها. ليه بالعكس مزيانه مع التصفيقه على اللي قبلها خلطوا لها قبلها بعد بعثوها تطمنتيها وحدها هذه لا روب جو تروف كو سي ان موديل قديم شويه ما فيهش اوكين نوفوتي معنا. شيك ولا نشكي بيك؟ شو ديزولي شنو نشكي بيك نشكي بيك شكات بيك درة زرو. شوف شكون وراها جوليا شواشي. اي نحبها جوليا شواشي نحبها، طفلة باهية تخدم على نحكيو عليها نحكيو على روبتها عندها موهبة. موا جو تخوف كو هي الي جون الي فريش لازم تلبس حاجة بلو هكا فريشكا أكثر. اي كوميم تصفيقة زادة على حاجة جوليا فاشن أكثر مي بيان سور بنت فنان كبيرة أون بلوس. شبيك ولا نشكي بيك هذه الروبة دهالي؟ شبيك شفيك هذي؟ لي با مال لغوب يظهر لي تصوير هذا المروبة ماتي روبة حسيت يجي نقول لك ساعات راه تساور هذاك واحد نقصد بعد بالكش احنا ما ريناش وجهها بالكش هي كبيرة مانيش وجه انا مانيش نحكي روبة تحسها مش محددة ساعة هي المشكلة نتاع وكستوش هذاك تحسه نتاع عطية كل يحطوا فيه يلعبوا بالبقلاوة در احكي تكلم در من توا باش خاطر ما نحبهمش يتغش حيرتنا وين هي درة اللي يجيني من مصر يولي والله حبيبتي وقام حبها وربتها جميلة قوي اعطينا على الروبة شي يهمنا الروبة مكمشة تقولي ما احلاها الروبة تكمشت لها يمكن كمشت لها في الكار قعدت في الكرب وقامت وكل جات في الكار بالروبة ذي والتصويرة بتدخل مي با اون فالوغ لا روب جو بي با ترو يا درة ما نخي بون ماهيش حاجة شيك ولا نشكي بيك نشكي شوي والله يحرم عليك والله والله انت اللي حرام عليك يا لطفي والله شوفوا شكون والله يا عدوية شبيبة شبيبة جميل. إلى بال جميلة الجميلات زي القمر زي القمر حلوة تحية خاصة الحقيقة اللي هي المريم بن حسين ستين بالفام صديقتي انا على بالي والله انا بدي فلو ما نسخي لها شيء راهو انا بدي راهو تربتها يا مريم حتى الفلو معناها خلينا نسالش ليه فلوس حابت تقعد ديما بقيمتها وبقدرها وتخي هي تخي كلاس تبارك الله الحقيقه معناها بون بتات نحن ما فهمناش الروبا لا ما فهمتيش الريدو تاع الحقيقه ريدوك اللي في السيف تاع قويل عرفت شبه دخلت في الناموس بقيت الحل بدي ترجع على الجو الحل هيك اللي يحطوها على الفرش على الناموس راي زاد حتى في ما تعمل شويه فليتوكس راني ما نعرفش على شكون نحكي والله حطينا ما نعرفش بالكل بالكل اما جو تخوف سي 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 هذا هكا التانيت من تالي سي 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 با تري شيك جو سي با دو تو شكون وهذاك تقول لك مخدوم بالكورغراف قصيره لو موديل وكل سي با ان موديل تري تري اليغون بور لو والبدن تقول عصبانه شويه ولا كي زيان انا ما مش انت قلت قول لطفي قال حطها في راسي باهي شيك ولا الحقيقه نشكي بيك نشكي بيك الربي هذه ما نجمتش والله غالي شوفوها شكون؟ 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 نجلة افانتي نجلة تونسية نجلة نجلة تونسية مغنية وكل اللي طردوها مرة من مصر وقت انت صغيرة نتاع الاحصان يا مان
هلا غالب هيك هو قوي صح. هي جونتي محليه خدمت معاها مسلسل سيرسي في سوبر جونتي بعض الغالب ما نش نحنا سي لا مود سي بانو اللي بعد نمري نمري روبتها تعمل سوفاج روبتها في قفص اسمع لا روب من بلفيدير اللي با مال باسكو نمري رجع لموذا نمري رجع لموذا تحطوه قدام في الواجهات من قدام انا باش نقول لك حاجه با دو تو بور لو تابي روج معناها سيت نتاع سهريه معناها ديانا جونز تمشي تصطاد بها السيوده سهريه عاديه مش سهريه نمري سهريه مهرجان سينمائي تلبس روبه كي دره بصراحه نمري هذه تلبسها بالشي حتى لهنا لا شي حتى لهنا لا من نمري نجم نلبسه تلبس نمري يدور رام على موت كامل هكا ما نحبش نلبس الكل نمرين نجم انتوش معناها لو ساك لي شوسو شويه نمر شويه فوق شويه نمر مع حاجه اوني كيكاس شويه معناها ليه مش الحيوانات كل مع بعضها ماكش تخلط حيوان واحد نمر حيوان واحد نمر بالحيوان بالحيوان تلبس معناها خشوفوا شكون حتى هاي بمريت بتاع الشمس في الليل ريم دي ريم البنا حتى المريات مغطيه جسسين الكل لابسين ريم البنا تحيه خاصه زاد ريم البنا ممثله بيا ما نعرفش ولا انا فريمون ما عندكش مشكله مع ريم البنا انا ما عندي مشكله مع حد زي القمر وحلوه واموره وكل شيء اي علي جيبسين خلينا ميسي والله مش على خاطر علي جيبسين ما عنديش مشكله ما نعرفش بالقديه خلينا نشوف روبة أخرى. باهي. لين بعد. مش ظاهرة برشا الروبة هذي. هذي تقول غلاف نتاع كراسة. تقول باكو البن ولا. معناها سي. نتاع نتاع جيسي سي روبة هكا نتاع مهرجان. لا. باسي. شيك مش شيك. سي أن بو باسي شيك معناها سي أن بو ترو. مجهود ضعيف معناه مجهود ضعيف شويه معناه نتاع وطيه نتاع هكا نتاع تور ما نعرفش روبه وكها معناه روبه تلبسها في الدار ترقد بها ميم با معناها عاديه تاع روبه تشوف وتقول هذه ليه ما نجمش نقول فنانة تجيب روبا هكا للجيسيسي لا تشفع مجهود مخير بون هي بوتيتر معناها ساعات الواحد يخاف باش ياخذ ريسك دونك يلبس حاجة تخي سامبل ما فيها حتى شيء ما نجموش نقولوا اللي هي خايبة مي اون ميم تون يا ريان دو سبيسيال مي سي با موش معناها عادية عادية خلينا نشوفوا شكون وراها سلمى محجوبي نتاع ولاد مفيدة اوكي تحية خاصة ليها زادة اللي بعده هذه زوز الويب ذا اللي ولا علم ولا اماني اسمع بصراحه والله ما نعرف ذكرت لك الكعبه كعبه قنفيد عرفت كل تاع دراجي دراجي عرفت كل كعبه حلوه ايش اقول لك اللوك هذا لوك شميه هذا لا والله لي لوك فيه مجهود وانا روبه هذه ريتها في تصويره روبه من تيلي حلوه مقدم فيها شويه بوتيتر مشاكل في الفينيسيون لكن ثم امور ديما تقولها دور ديما تقولها دور دور تقولها لا لا ارجع هكا دور هكا دور هكا روبتك حلوه دور يعني فور بور فير ان لوك هكا ستيل وحاجه معناها ترندي وكل شيء مي بوتيتر معناها الفينيسيون ماهيش بارفيت مي بون سافا فما لوك معناها فما تنجح ولا ما تنجحش يعني نجم نقولوا شيك تقريبا شيك ما خليك شيك ما سايب عليك تلبسها دره تلبسها روباك او تلبس تلانيكا ومن قدام كان فيك كان فيك تحب تسبني تحب تسبني لا والله لا تحب تضربني لا حلوة مش عارف يزيد شتا خلينا نشوفوها شكون هاني قلت لك والله بالحق فما مجهود في اللوك و بون خلينا نشوفوها شكون ظاهره هي تقول اي سميره سميره مقرون والله تحيه خاصه نحبها انا سميره نحبها سينا مي نحبها نقدرها والا لوك تبارك الله عليها وطول سي جولي فيك تبارك الله عليها نتاع معناها اون ستار هكا هوليوديان اللي كروند تاي سي سكو جو بونس ان سوغيغ نتاع الحقيقه سمحنا سميره نحكيو على الروب تحيه ليها تقعد سميره مزيانه وتحفونا وشبك ظهر لي
عنا روب بكرة. ده عنا 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 حاجة به يا ذالي حاجة. يا زين يا ما. شنو هذا؟ شنو هذا؟ بالكتف. بالجوانح. هذه مثلاً ما عجبهاش حاجة في الست تير تو. والله عرفتك مش نحكي على ما عجبهاش الفيلم بتاع بوكش. أمان يزيا. الحقيقة لو شوا دو لاغوب ليه؟ نسر ولا بومة؟ ليه؟ ليه بالحق بالحق؟ ليه؟ الروبا نو على الاخر لهالدرجة؟ ليه ما معناها ايش نقول لك؟ ساعات يفو شوازيغ مش لهالدرجة الروبا مش مويتتها هي برشا لا كولور با مال لا كولور وي كنا نحيو الجوانح بالكسي لوبسيون هذيك يزوري اوبسيون جوانح بالكسي كي هبطت ما تسكروش مازال صورها المصور قبل ما يتسكروا الجوانح ولا يمكن الجوانح كان يهبطوا شوية برك معناها يبداوا اتيغيساج مش بالكسي تعجبي الروبا بتاعك نجم تعطي شوية سي با لو ميور شوا ليها هي وهي يظهر عرفتها أنا شكون ممثلة وممثلة اللي أنا راها من أحسن الممثلات اللي موجودين في تونس خل نشوفوها خل نشوفوها سهير عاد صديقتي و... أنا نحبها جو تروف كو سي اون اكتريس مانيفيك الحقيقة بون لو شوا دو لا روب تنجم تخرج معاها انت قلت كلمة على سهير سهير عملت معاها ممثلة ممتازة عملت معاها أربعة ولا خمسة مسلسلات وخدمنا أدوار كبار مع بعضنا طفلة متربية برشا برشا ومن من أعز الممثلات في التمثيل خدمت معها إيه هاي خاصة لي ممثلة هيلة برشا الروب عندها أحساس عندها كاريزما الروب ومزيانة ميلي جينيك معناها وجهة في مي بون الروب سي أبخي غلطوها فوالا غلطوها ولا سبونسوريزي من تونيسير ولا من فهمت أيربيوس أيربيوس روب أيربيوس الروب هذا يا سيدي أنا نقول لك غالية ياسر وبالبيلوت ماش معناها تنجم تكون ساعات الواحد يسالش فما اختيار عمرك ما غلطت في اختيار روبا نجم نغلط بيان سور عملت حاجة ونجم اذواق فما عباد تعجبهم فما روبا حاجة لبستها لام عليك جمهور هكا وقلت يا ليتني ما عملتها والله ساعات وي نجم معناها مرة ولا اثنين مي ساعات تقول لك خلينا نعمل فازة معناها نلبس حاجة كي سوغ ان بو دو تو بخون ان ريسك لو ريسك معناها ساعات يطلع حلو وساعات لا ساعات ما يوتيكش فهمت معناها باش تشوفوها توا ظهر لي خذيت ريسك كبير ومش خذيته ظهر لي تعرسوا من بعد هي والريسك خطبها الريسك تلمو من بعد عجبته خطبها الريسك قال بربي علاش ما نعيشوا نعيشوا من بعضنا والله اسمع ليه تعرف شنو تقول كرشه ولا عرفتهم الاوراق اللي بتاع مع الكرشه تعرفها مع الدواره فمهم الاوراق اللي يحصلوها في العيد الروب هذيا في تونس لبستها مش في بلاد اخرى مشات لها ولا تسالها مش تونسية في تعرفها الروب هذي؟ نعرفها حكاو عليها برشا؟ حكاو للاسف صنعت الحدث يعني حدثها ما مش قول قراتس تاع قلوب خذيتها من عند قليب عرفت القراتس كي يحطوهم هكا يتكلم يا درة يا ماني يا لطفي يا درة شي يهمنا نحن نشكي بيك نشكي بيك نشكي بيك تكلم نشكي بيك الربي نشكي بيك صار في مصر على الروبة ذي والواحد ظهر لي هي مع احترامي للفنانة لخاطرها معناها فنانة تنشوفوا شكون مع مع احترامي للفنانة خلينا نحكيو على الروبة تو من بعد تنحكيو على احترامي للفنانة روبة ليلي ما تجيش معناها ما وخرج وجه الفنانة إيمان شريف تحية خاصة مغنية محترمة جدا مغنية محترمة عندها صوت وفنانة وممثلة بدات قاعدة تجي في دي رول مزيانين برشا في السينما بيان سور هو ساعات كيما تنجم نعرف شنو اللي صار معناها شنو يلز عبد بسروبة هك شنو اللي صار بخلاف الحرابش والدوية نهارت لسه ياجلوا ليني ثيلي ثيلي شنو يلز عبد يلبس روبة هكا يبداو يجمدوا عليه فرد قالوا له مثلا فكينا لك دارك ولادك واحد لبسها واخرج بها انا كنت نتمنى لي معناها مع احترامي زيدا للديزاينر اللي ما نعرفش شكون اللي عمل الروبه تو هذه ديزاينر عملها خلينا منها هي والله ليش انت اعطيتني تو الروبه الزرقاء بالجوانح فما الديزاينر هذه الديزاينر نعرفش ما نعرفش شكون اللي تنشقت عليه كعبه قطانيا ولا عندك تشبيهات معناها فريمون خيال ظهر لي روب زراعه وطلعت وحدها جراح
عرفت ورقة القراعة درة درة بالرسمي تعرفها ورقة القراعة يطلعوا هكا ورقة القراعة ظهرني فليح عمل هيئة لأروبا مش ديزاينر ولا يخسارة خسارة خسارت الديزاينر خسارة من عاش أنا معني نحب ماذا بي السختول الفنانات التوينسة نحبهم ديما إليغانت ويلبسوا أحسن حاجة ما هو سيبا اختيار حكيوا عليها في مصر روبا هذه شوية كيفاش قال على الفيس على السوشيال ميديا والفيسبوك وكل برشة مقاير خرجوا وكل شيء معنا غاضتك انت كتونسية تمقروا على تونسية بروبا وي هي مش قاصدين تونسية هما من الاول ما يعرفوش شكون معنا سيتي فريمون لا روب بون اون بو با نو با ريماركي معنا ما نجموش نلومو معنا ما نجموش بالكش يراجعوا زاد حتى علاقتهم مع السينما كي لبست لهم الروبا ذي هو ساعات راهو ممكن تحب معني عبد شنو اللي في مخه وحب يعمل حاجه فيها كرياسيون ولا بون فما دي بيرسوناج يمشي معاهم راهو ليدي غاغا ساعات تعمل حاجات تاع هبله وكل بتتر ستيل ليدي غاغا تصفيقه على دره زروق تو فيني بار كراشي لو مورسو على فان سي تعمل ارجع لك تبع التونسي بتاع تقطيعات وطريشات ودنيا والروبا بديت تسخن نسيت هذا اللي حسيت به دره نسيت لي هي ستار بدات تحكي هكا على على الدنيا اه خير وي انا خير يظن ايش قولكم الجمهور اه دره في العاده الممثلين اللي نعرفه انا حسب الكواليس الممثلات التوانسه والعربيات اللي يطلعوا لمصر اللي ماهمش مصريات واللي هما موجودين ويخدموا باللهجه المصريه في العاده كلهم يعملوا كوتش اللي يجوني حتى لهنا الكل يقول لك عملت كوتش عام تعذبت وتعلمت اللغه النطق سيرتو كي بداو ادوار خصوصيه في مناطق معينه دره ظهر لي خدمت بلاش كوتش خدمت بلاش كوتش عمري ما خدمت كوتش في حتى عمل ملي بديت بون نجموا يصلحوا لي كلمه نجموا حاجه نسال على حاجه اما ما خدمتش بكوتش بكل ما كانش عندي مشكله في اللهجه المصريه بكل معناها في ساعة جي ابري هكا باللي بالفرجه بالنسمع هكا نحب بين السينما المصريه الافلام والمسلسلات مليانه صغيره والغنيات وكل شيء اجي كابتي فهمت مع الكلام مع العبيد مع دونك لي رول الكل اللي عملتهم حتى مره ما خدمتش باش نختبروا دره فهمها وإحساسها للهجة المصرية شوريوك عباد يحكيوا بالمصري فيهم توانسة وفيهم صار ومخالطين وانت تقولي شكون تونسي شكون لهجة صحيحة شكون لهجة الغالطة وشكون لهجة ممكن خير من المصار واضح؟ درة فنانة محترمة أنا عامة مش من جمهورها بس هي فنانة تستحق كل الاحترام والتشجيع عرفت تفرد نفسها في الوسط في الفترة الأخيرة هذه تحكي عليك ما هيش مصرية يظهرلي تونسية ولا مصرية؟ تونسية كيفاش عرفت؟ خاطر المصرية تقول عرفت تختار أدوارها هي قالت عرفت تختار أدوارها هكا لهدرج خلنا نشوفوا الريبونس سيوار بوغانمي من تونس أنا والله ما فرقتش لحكيك دادوما لي ديتاي اللي خلنا نشوفوا اللي بعده أنتوا عايزين رأيي في الممثلة العظيمة دورة زروق مش كده؟ هي أصبحت خلاص مصرية منا فينا أنا بتعجبني من أول ما كانت بتمثل الأدوار بتاعتها في تونس فهي بصراحة يعني أنيقة جداً وبروفيشنال تونسية ساعة نظرت لي تحكي بالمصري على الأخر درة زروق تونسية بالك فما منطقة في مصر يقولوا درة زروق باب سعدون متاع مصر ما نعرفش عندي إحساس اللي هي تونسية لهجة لا ظاهرة تونسية على الأخر شوف الريبونس اشتعلت بس مسيل من تونس احنا بنحبك يا دره وانتي من اقرب الممثلات التوانسة لقلبنا يعني فارجوكي بس ركزي في اختياراتك الفترة الجاية وبالتوفيق دايما مصري مصري عليه مصري ظاهر لهجته مصرية مصرية 100% انا دي مراج ذر اللي بتاع تونسي عملوا لا احنا بنحبك ديجا لا مصري مصري ترى خلينا نشوف انا اسمي سيد شعبان انا سيناريست ومعد برامج في نايل سينما التلفزيون المصري قديش سنين يا لطفي عندي خبره معناها هكا تكة اللي بعد دورة زروق بالنسبه لي المثال للممثله الناجحه وبجد يعني المثال احلى مثال للمراه التونسيه يعني بجد نجاح
أنوثة جمال، تفوق، أناقة. ميرسي على كلامها محليه، أما هي تونسية بالحق؟ آه. كيفاش عرفتها؟ قال زروق. زروق ليه ظاهر فما معناه بورتون معناها تاع الصحة يفوق به في المصري واللي قبلها زيدا، أما تونسية. أنا اسمي إيه؟ هيفا من تونس. هيفا من تونس. سبعة دي سوري. الولاد نحسوا ماذا بيها نعاود لهم الفيديو نتاع هيفا من تونس، ها؟ حسيت حاجة هكا. هاي في ماذا بيا قال لك حب على الفيسبوك نتاعها هذا مكتوبة. مكتوبة هيفا من تونس تلقاها. اللي من بعد وي. كلنا بنحبها بمصر. وانا شخصيا بموت فيها وبنقول لها يا دره احنا بنحبك قوي قوي. تونسيه تونسيه. كيفاش خاطر قالت بمصر؟ هما يقولوا في مصر. كنا في مصر. كلنا بنحبها في مصر. في مصر. بمصر اللبنانيين يقولوا بمصر بلبنان. ماشي لبنانيه يعني. ان توكا مش مصريه. مش مصريه. تونسيه. ترى نسرين جوادي. ظاهره نسرين. هكا انتربول طيحتهم بحاطه. طيحتهم. مسخرين ياي. دره دلوقتي من اكبر واشهر الفنانين في مصر، يعني مش محتاجه كلام كتير عليها لان هي بقت نجمه مصريه، يعني نجمه مصريه عربيه تونسيه. مصري. مصري من المنظر ولا من لي دو؟ لهجه مصريه. اوه. محمد اسماعيل وكاله انباء الشرق الاوسط المصريه. الاخرانيه هذيا كنت انا اللي لاحظت ولعبت كيحكيوا عليك افيك ان كون ريسبي. الحمد لله يا ربي. هذيا سي شرفنا ونفرحوا نحن. يعيشك يعيشك. انا كصديق وكزميل نفرح برشا نشوف دره الناس تحبها بالطريقه هذه. وانا نفرح بنجاحك زيد. نرجعوا للانستغرام. الانستغرام عندك 6 مليون ادمي لدرجه 500,000 ما عادش عندهم معنى. واحد كيبدا عنده 500,000 ديجا ستار. بيان سور. 500,000 الواحد ستار ديجا. انا راني كي نقولوا 6 ملايين و500 تنجم تقول 6 ملايين وتسكت. صحيح. تعطي اهميه كبيره ريزو سوسيو، واش تعمل بوغ باش بوغ اليمونتي سا؟ والله جو سوي بريزونت، جو سوي اكتيف وكهو معناها. وفما حاجه انا ما نحبش نعمل اي حاجه فيك كما يقولوا، معناها حاجه اللي ماهيش حقيقيه. دونك اللي يحب يتبعني مرحبا يتبعني ويكون معناها حقيقي، معناها ما نعملش دي شوز اللي وحاجه سي سور تفرحني، حاجه سورتو معناها اللي لي فان الحقيقيين اللي تحسهم ايسون عندهم ساعات معناها تلقى عباد يحبوك اكثر ويهتموا بيك اكثر حتى انت ان فغي سوبور. معناها جاي دي فان نحب نشكرهم من برشا بلدان، فما من تونس، فما من مصر، فما من برشا بلدان اخرى عربيه. سي ان سوبور اللي ولاو معناها نحسهم خواتي، خافوا عليا، ما يحبوش فيا كي عبد يتكلم هما اللي يجاوبوا. فهمت كيفاش؟ دونك سا في بليزير، نقول الحمد لله يا ربي خاطر هذه نعمه من عند ربي. بالنسبه للي تبعوا معناها زيد جاساي دو بريزيرفي اللي مثلا كان فما حاجه خارجه على معناها نجم نعمل بلوك وقت اللي قلقك عبد تبلوكي. مش كي يقلقني، يقلقني يكون مثلا يحط كلام خايب ولا حاجه كيما هكا نعمل بلوك. نحب بين الصفحه نتاعي معناها الانستغرام نتاعي ولا الكونت نتاعي يكون نظيف. ليكيب نتاعي لاحظوا الكونت نتاعك نظيف على ليميت. لاحظوا لي انت تو في با دو كومونتير، ما تجاوبش. قليل ياسر وين نجاوب، ما نجمش ما نخلطش نجاوب الناس الكل. وساعات كي نجاوب اون بارتي اون بارتي لي فما الاخرين يتنبزوا يقولوا اش بيك انا جاوبت هذوما ما جاوبتنيش. دونك قليل ياسر وين نجاوب. هذاك علاش اليوم باش نعطيوك فرصه ونعطيو فرصه للفان نتاعك باش ياخذوا الريبوست من عندي. باش نعطيك بلايك هذوما وتجاوب على لي ميساج، وكان تحب زاد تجاوب على الميساج لكن زاد او ميم طون تهز يا جي ام. اوكي. يا هذايا ما نعرفش شنيا كومنتير. كومنتير. يا هذايا بلوك. اوكي. اه مكتوب بلوكي ولا تيجي تبلوكيني انا زاد في ال... نطلع لك فو بروفيل. نطلع لك باسم واحد مصري. كومنتير انستغرام الاولى هي تونس فيها سمنه بلدي زي اللي عندنا في مصر. كومنتير نجاوب اي فيها سمنه بلدي. سمن كيما نتاعنا. اما سمن ما نطيبوش به برشا احنا، هما يطيبوا به. عندهم سمن هما. سمن اه يطيبوا به. ما يقولش سمنه بلدي. هو يقصد سمنه بلدي معناها حاجه مزيانه، معناها حاجه
هكا العسل حاجه بيان سور. كيفاش يبصوا عليك في مصر شي يقولوا لك برشا شدي لي بربي يا مزه يا درشا زي القمر يا مزه عسوله عسليه هكا يعملوا لك لا عادتك تولي قل التربه وقت ما يعملوهاش عيبك هيك ليلي في تونس من با يا عسل آه شنيا هذا عنده مشكلة معنا ليه نحن شعب كامل عنده مشكلة من الكيكة نحن آه شنيا عندك انستغرام تراه لي بعد تتجوزيني والمهرة عليكي اي علاش ليه شنيا والله جو سوي كونتر بالحق الجمهور زاد ما عجبتوش علاش يزمك بتتر يطلع ولد باهي برشا وانت توا لاباس عليك تبارك الله مليارديره دره ما نجموش نقولوا كان ماكس مليارديره بس بالكاريره هذيا في مصر روح لتونس خير بنات شوف بعدين علاش ما تاخذش واحد هكا ولد عائله ليه كان نحبه وزوالي اي علاش مسكين ما نجموش هو يكون في مخه هكا ديجا من الاول علاش ليه واضح انت مش انت طمع فيه هو طمع فيك هكا تعرف بالعكس مره جاي ومواه تكون مراه عكس برشا انسى تقول لك ما طمعتش انا فيها هكا هو طمع فيا تعرف لا يطمع فيا لا نطمع فيه باه اللي من بعد اهدى انت عملت تجميل في الانف ولا ايه شكلك في الاول احلى بكتير لا ما عملتش تجميل في الانف جاوبوا جاوبوا انا ما عملتش حتى عمليه تجميل في وجهي ولا في دونك ما وخشمي هذيك هو وعندي باس هولي هذيك هي وما بدلتش خشمي لا ما تستحقش دور عمليه التجميل عايشك حسب الله هو اسمه حسب الله 65 هو اسمه هشام هشام حسب هشام الله. علي وين هو حسب الله 65 انا قريتها حسب الله حسب الله تعرف شكون نتاع رايا وسكينة فكر رايا وسكينة انا ضرني سؤاله نتاع حسب الله 65 بالي بعد محسسينا محسستنا محسسنا محسسنا انك فاتن حمامه محسسنا انك فاتن حمامه بالراحه على نفسك كده هتفرقعي كده شنو هو يقصد به؟ يقصد اللي انت معلش تخيل روحك في تحمل شايفه نفسك معايا واي دعوه وانت حتفرقعي كده هكا يسر علينا معنا وانت حتفرقعي كده ليه انا ماذا انا نموت على فتن حمامه ماذا بيا معنا كان جيت فتن حمامه سي سور اما انت دعوه ولا ليه؟ ليه؟ انا جو سي با سكو سا فو دير ديتر دعوه بالحق معنا معنا شنو يعمل العبد الدعوه؟ علي ساعات راه تنجم تكون انت تحشم تنجم تكون انت ماكش ديما تحب تكون ساعات تحب تكون مع العبيد وتحب العبيد برشا وتوي بروش دي جون ساعات تحب تون اسباس تحب روحك وحدك هذا ماهوش ما عنده حتى علاقه بالدعوه باش تجاوبوا ماني جاوبته بكومنتير عاد اه جاوبته بكومنتير اش قلت له قلت له لا انا واكيد نتمنى باش نكون فاتن حمامه هو مصري قولها له بالمصري والله انا شرفني اكون فاتن حمامه لكن انا مش شايفه نفسي خالص ومش حفرقع حتتفرقع مش حفرقع زي البالونه مش حتفرقع لا مش حتفرقع بابا سافا سافا فرقع انت في بلاستيك غادي وكا خذ لي بعد خذني معك اه هذا تونسي ذا ما لقيناش فيك باي تبارك الله هذا يحب باي طول شتريت التوانسه ما يلعبوش مش حتشوفي نفسك يحب باي هذا والمساره مساروه بالتونسي عادي ولا تفهم اي بربي قراحة ما هو تونسي ومصر موفين ومكفين ما يسكتوش هانا نغزر ونحبوا فيك من بعيد وندعيوا لك بالفرحة في حياتك باهية يا هدينا ميرسي لا يا بنت بلاد معروف ريحة ذيبي اللي بعده ينفع كده اصحى من النوم اقول انت فين يا درة ومراتي تقفشني فهمت يا هذي شنو هي هذه فهمان هذه شنو هو مرته تقفش هو يفدلك معناها ينفع انا معناها يقوم من النوم يحلم بيا كان يهاتري دونك يقول انت فين يا در مراته تقفش معناها مرته شدته بالكمشه شدته بالكمشه هي مش حرام عليك داخله حتى في احلام الرجال هلا غالب باش تجاوب يا شو زيت الرجل ما قالش حاجه خايبه هو شنين ودار لا لا ربي يخليكم لبعضكم انت ومرتك وبالعكس انا نحب رجال يحبوك ورجال ومعنى كلهم جمهور اللي من بعده اللي من بعده
انا عايز اعرف انت ما تجوزي اقرا انت بالمصري لطفي. انا عايز اعرف انت تتجوزيش ما تتجوزيش ما تتجوزيش ازاي تقرا فيها تتجوزيش هذيك وين الجيم رسم هي الجيم هما يقولوها جي وانا حنقولوها جي هاي هي انا في تقول ما تتجوزيش انت انا عايز اعرف انت ما تتجوزيش زي جاي معناها هذه ما عندي ما نقول له معناها انا حره ما تقول له جاي وحب يعرف علاش جمهورك يتبع فيك هذا في اللورز ما تحقرش على الرجال والله حتى انا اسمه شنو علي اج هذا اي علي ايجيبت قل له جاوبوا علاش ما تعرستش والله هذه فماش حتى تمدهم له الكل Last one, the last one. Yes. انتي ليه انتي مش بتبتسمي في الصور؟ نفسي نفسي. الاقي صورة مبتسمة فيها ممكن اعرف السبب ويا ربي ما يكونش غرور. هما بيزاغ اللي اخترتوهم لي كومونتير مش انا والله ماني مش هذا اللي نلقى فيهم لي انا مش ديما نحب نضحك في التساؤل ساعات نضحك ساعات لي خاطر انا ما نحبش نضحك في التساؤل اي خاطر بيزار واحد يكون قاعد يعمل كشخ وحده فوالا كي تبدا عندكش سبب باش تضحك تولي اختيفيسيال الحكايه باش تولي تعمل هكا دونك جو بريفير وساعات هما دي فوتو كي سون ارتستيك يا دي فوتو كي ساعات تحب تعمل فيها ميستيريوز كي ما تضحكش وفم ب ساعات المود نتاع كتصميمك الحلوه نتاع الدره كيفاش تتصورها؟ نتاع فوق هذيك نتاع فوق نتاعك اللي هكا وانت انت والكاميراش باش تختف تعطي روغار دره حكينا كل شيء نخلي لك المود لافان قبل ما نتعداو الروبريك الباتل نتاع الدونس في بالك فما باتل نتاع الدونس انا وياك كنا دونسيريت ايش نعملوا تا؟ ايش نعملوا باتل نتاع دونس؟ عندنا برشا عادة والله عندنا انا بدي لي مبين لا ولا مبين لي برشا ما اش نعمل؟ عادي جابوا لنا دار لي زوز فروخ صغار يطيروا طيره وعلينا وباش نعملوا باتل كونترهم نخلي لك ساعه شوف مازال عندنا ما نقولوا اللي باش ليه اللي باش يختفي بالتالون بلو تي انا بدي بالتالون ما مش باين التالون مش باين شوف دره نحب معك كلمه الختام كلمة الختام ميرسي لطفي والوقت عدى في ساعة معاك وبرشا تفادليك وفما حاجات قلناهم فما حاجات ما قلناهمش ما نجموش نحكيو في كل شيء وكهو معناها جو ريميرسي لو بوبليك تونيزيان وجو ريميرسي زيد نحب نشكر الجمهور المصري خاطر كان معانا في الحلقه زيد والعربي طبعا الجمهور العربي والناس الكل اللي يحبوني ونحبهم وكهو يعيشكم وان شاء الله ديما نكون في المستوى اللي انتم تستناو فيه فما حاجه ما قلتهاش حبيت تقولها فما برشا حاجات ما قلتهمش نقولوهم المره الجايه فما بوسه تاع التوانسه اللي يحبوك بيان سور وين البوسة تاعك؟ بوس الكاميرا هايكا وين الكاميرا؟ لهنا فما واحد قال لي لهنا علي 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 سارك علي سارك غاديكا غادي هايكا 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 غاديكا بوسة هاكا برشا بوسين بوسة للتوانسة اللي يحبوك شوك البوسة بالريح هذيك اللي هزة الريح اي باش تمشي بعيد بعيد درا نتعداو باتل دانس ويز درا زروق درا خل نفهم وكل فاهم لي تيلي سبيكتاتور اللي يتفرجوا فينا والجمهور اللي هنا حاجه ممكن انا فهمتها ممكن ما فهمتهاش مليح هنا فما صندوق وكل صندوق نمره فيه نوع نتاع شطحه نوع نتاع شطحه زي اكسسوار في الصندوق وفما نوع نتاع شطحه باش يعطيو لنا باش نشطحوها لكن زادا مش باش نشطحو حدنا باش يكون معاونا دو دانسور توا ساعه اولا نستقبلوهم يتفضلوا بحذانا مهدي و مهدي وشكون ومريم مهدي ومريم مرحبا مهدي ومريم هاو بيكرو كان تحبوا تقدموا رواحكم تحكيوا حكايه تحب تشكي بيه ها ليه جست نعرف بروحك عارف بروحك اسمي مريم جربي كهو كاس تو في دون لا في اسمك مريم جربي اش تخدم لي دانسوز اي نقرا و جو سوي اون دانسوز فوالا مرحبا بيك مريم وهو شكونه هو مهدي بالحاج دانسوز مهدي بالحاج
اي دانسور او كوريغراف او نقرا بزنس بزنس تقرا تبزنس معناها بيه قرا بيه طب ترى شفت انت في صعيب هذوما مازالوا هذوما جيل جديد ومازالوا في طبقهم ونحن بور نو با دير مبيلين نقولوا نحن لينا برشا ما شتحناش صحيح فوالا ربي يستر ربي يستر ربي معاك انا فردي كيب معاك راهو باهي اجيو من هنا انتم ايش الدره بحذايا ما تخافش ما نعمل لك شيء شكون باش يبدا الاولانيين نحن انا ودره باهي شنو هو الشطحه اللي اخترتوا هنا شنو 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 ربي يستر شنو هي مزود 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 نورمالمون سلكوها نمرو خمسة مزود نزلوا لي زاكسسوار نلبسوهم ورا الريدو ونرجعوا درة بون مش هذه الجبة باش تلبسها انت هذه البلغة نتاعي انا سبق ايش نلبسوهم غادي ونفرزوا غادي ورا الريدو ايش ورا الريدو انا راجعين عندكم بريك دانس بريك دانس هاي سات في روسكم بريك دانس هاي الحمد لله هاي صور جاتنا بريك بريك دانس بكروبا اللي عندك هذيك الفونتيلاتور توي ربي استر ربي استرنا ان شاء الله في روسيا ان شاء الله يتغرسك البصله غادي برا نستناو فيكم ربي معكم ابلو ابلو حضرهم كم مشجعهم سي ديزارتيست مي فما كونكورونس فما كونكورونس شكون رابح درة ولا ذا اللي يدور في الفنتيلاتور على راسه مسقطهم السوسينير جايبين زوز ولاد صغيرات باش يهنتلونا هكا انت بيان سور تعرف تعملوا هذا الكل ما جيتكش والله على خاطرك درة امشي امشي هاي برا ربي تستر نقعد ويح الغادي كان فما تكنيسيان ايش اسا تيجي عايش خويا ولا بالحق سالس
استنى ولا استنى بتقوش لا استنى يا بيسير بيسير فما مونتاج بس يخدم في الحكايه هذه استنى صح استعملي براس امك انت استنى سافالي بي استنى درة احسبها ما صار شيء درة ولا بالحق الجاية أنا ودرة ديجا استنى أنا تبلوكي يزمني كل إيش أسرش إيش أسرش معناها مش معناها كني تضربت ولا حاجة عرق أسي ولا نحس ما كدرك شنو عملت نحس في وجيعة من زرستي استنى استنى أعطينا لبعض ربي تستر ولا فما نفلرير ولا والله ما سقتك اللي تعمل فيه ذور لي سهل والله مهدي اسمك مين عارف سطحة سعيدي فما سطحة اسمها سعيدي لا فما اللي بالعصا فما العصي سعيدي بالعصا اي عندك عصا اكسسوار نمر 6 او سعيدي جاتنا في سعيدي سعيدي بعرق الاسيت تشوف امشي هاي تنظم غادي نجوز عصا نجوز عصا يزي عاد يزي احترم مولا بالحق استنى فيها الحكايه تفتقت مواهبك نقدم لكم الرقصه ستي جنبوعه بنت المسبوعه انا حابب الوضع حاجه ايوه يا بنت يا در الاغنيه هذه ماهيش سعيدي شنو هذه اغنيه شعبي بلدي تي برا بركة بالنسبة لنا احنا كله سعيدي بيه برا يا بت يا درة يا لا يا جميل بيت تمك بيتك ما تقوليش يا بت يا بت لا ايه اقول لك ايه انا مش بت بيت تمك بيتك والله شلبقك نعم نعم يا اخويا تشلبق مين اه هضحك عليك الجيران وانا هفرج عليك ام تلاقي لا الا الله بقول لك ايه الزم حدودك ها والله صرفقك بالله العظيم ورحمة بابا وماما وتوتو صرفقك تصرفيقة تصرفق مين يا ابو صرفاق ابو صرفاق يا ابو صرفاق عرفتني ازاي يا ابو صرفاق بدي احول شويه اقول يا عمان عليك ابو صرفاق يلا تعالى يا ايش تحنتوا واحنا نمثلوا احنا تعبنا تعالى يا بابا هاد نوم اعطيهم نوم روي تعطيهمش حاجه سهلين اعطيه حاجه اصعب من البريك دانس
كانتري اصعب من اللي عملوا. شوف فما سطح اسمها كانتري. عليه احنا ديما عربي وهما فازيت وكانتري وعليه عليه حطونا عروبي نحن هكا وحطينا واحد نحكوا العباد وهما كانتري نتاع الوسطين وهما فازيت. هيا برا برا يا بنيتي برا كانتري 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 برا. إيش أدور نقعدوا كي الزواول هنا إيش؟ هاي وخير إيش نبيعوا شوية فول وطعمية إيش؟ هكا توانا جايب الأناقة الكل دمرتوا إيه لي معنا؟ دمرنا لك ريت عملتوا في 11 عام في مصر زي دمرناها تو خلينا جنب الدرع على النيل بنتشقشق على النيل يا ود يا ريجيسور فول وطعمية وفراخ مشوية وفريكاسيه أيوه هيا يلا فين الرقاصة بنتي يا بسباسة انت هتعاكس وانا قاعدة ولا ايه ما تحترم نفسك انت عندك 6,000,005 بيعكسوك وانا ساكت ما قلتش حاجة انت هتحسدني عين الحسود فيها عود عين الحسود فيها مدرية عين الحسود بنتي الدرة فيها بتنجانة وبيت فوق السطوح وشقة مفروشة كده عيب شقة مفروشة عندي شقة مفروشة في اللاك ولما انت عندك شقة مفروشة قاعد على الرصيف ليه؟ بس أصلي أصلي بس يعني أصلي بحب الدرعة ترعة ترعة والله يكون في كلمة الترعة إن شاء الله ما تطلعش كلمة خايبة ليه الترعة نورما؟ شنو هي الترعة؟ الترعة معايا واحد يحب الترعة يزيب بلاد بتاعك طفلة عدا عدا مية يزيب طفلة عدا 100,000,000 يتفرجوا انت يا خايبة ايه؟ ايه الترعة دي؟ الترعة نحن الترعة ما هيش بالعافي دول يا لطفي يزي يا لطفي كاريرة الكل طاح في مصر دمرتني يا لطفي دمرتني أم معايا وين ما نشوف في تونس دمرتني يعني قاعد درة ما نحبكش تاخذ فكرة خايبة أنت ديجا ماخذة فكرة خايبة ما نحبكش تاخذ أخيب من هك علي ريتا ذي العرقية متاع الخليجيين تعرف شنية في الأصل شوف مثلا عرفت كي أمك غدوة جلبانة تردها شربة هذا السروال اللي كنت والله والله يعني حشمان منك يا بنت يعني سروال يعني إن أنا حط سروالي قدام الملايين وسروالي فوق راسي ما يجيش يعني ما يجيش راجل راجل بلحيته سرواله فوق راسي سروالك فوق راسك تعرف خلاصك والله زي كاريرة تبعتني يا ولدي سعيد شوفني خدمة معاك الكارير اللي عملته 10 سنين كاملين خافش أنا عامل رستوران طالوا نخدم في رستوران هيا بي C'est de très bons danseurs. Barak Allah Ali. Oui. La Asr, un aromatisme, Mohamed Van, d'avoir placé. C'est le Welsh, vous عرفت توبانو شكون قراها توبانو احمد وك في المحفوظات تاع توبانو احمد فما سري ولا هذا كل شيء يعمل بيه بيان سور غادي يلبسوه تحت الجلابيه اوه باش كي شمر ذرة تعطي فينا في أسرار خطيرين جدا تحلت قبيلة كانت عبد وتوا عبدي وعليا يا حط تحت الجلابية شي يعملوا تحت الجلابية نورمال يلبس سرويل تحت الجلابية باش يبداش هكيك الهوية خليها واحدة ليه ليه أنفريكونتاب أنا أنفريكونتاب أنفريكونتاب
طب سروال تحت القلابية هي عادي لبسها ما تفاجعوش البنات سروالي في يدي أموري هانية ما تفاجع أحد باهي توا ظهر لي دورنا نحن الفدلكنا برشا برشا و... ان شاء الله تجينا حاجه هكا ان شاء الله تجي حاجه في المذخمه خرجوا الكوته نتاعنا كوته نتاعنا سي شنو هي مش كنتري برب شنو هي فلام لا مش فلامينكو برب شنو الدور تخوف هذا هو على سالسا 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 زعما توا نجمو ريمنا La balleretta Dorita. Dorra Bersi. Bravo. Ah. Ah. Ah, ya sahbi, orrewna tawakka. Salsa sahbi. Trah. Disco, manek disco yet. هاي وريونا الديسكو هاي يمشي عاد عايش بنتي بدل غادي ولدي وما تبدلوش بعض بعضكم كل واحد يبدل في بلاصه هات عسود هات عسود هات عسود الساعة ساعة الديسكو ما خلطتوش عليه والتقليبة ذي عيب راك عملتها ما يجيش واحد هيدي هيدي ما نعرفش شو نعمل ما يجيش واحد شو باش نعمل توا صاير واحد تقول يقوم الصباح يلقى روحه كي كعبة الواحد هكا تقول كعبة ليتو عرفت صباح خير هاي كعبة شو اسمها ذي هذا اسم بتراف سلطة بتراف سلطة بتراف كعبتي زيتون شوية هاي لا تيت عايش من تيت انت وقعد قدامي ما عايش تتغر غاد ما عايش تتغر غاد يقعد قدامي انت امشي غادي
سنسيشن. صاحبك مازال فالابل، تكلم دره تكلم. بيان سور فالابل. تكلم 16000 مليار عبد يتفرجوا فيك دره، تكلم. صاحبك مازال فالابل. صاحبي مازال فالابل. تقول خاص تعرف على مترافق. قلت تعرفنا. قلت ولدنا في محبس الزوز تعرفنا. خنحطه. خلي. صار خلف سلونات تاعي دره. كوميم 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 صاحبي. ها؟ شو الاوبسيون؟ درة تلسلو نفسي غزلو من بسلونات غزلو. شنية الاخرانية؟ بس يعملونا ست حخرة درة دبالك. شاء الله ربي جسد. جدك تحكي ثريلر. ثريلر. استنى مايكل لحظة لا يرحمه لا يرحمه مايكل لا يرحمه مايكل لا يرحمك يا مايكل لا يرحمك يا مايكل. بجد هم ما نعرفيش انا شاك هم تعطيني. بس يا ربي سو بس يا ربي سو الاكسسوار بتاع مايكل. الله يرحمه كان يراه. قال لي فرقيتك اللي بيها البيجي هذيا كلها. بتاع الزهار هذيا. فرقيتها بتاع 20 كانوا ياكلوا مكرونه هكا. وهذا شنو هذا هذا مايكل؟ مايكل فرملي؟ والله شو والله يا عمو المنجلة والله تعرف شنو ياسر الميسيون ذي ياسر طيحت ونقدر نختار واحد منه مش بنختار في الهم عندك ما تختار يقولي هذا اللي متاع نسي هذا متاع جيه باي باي أنا جايين مايكل أنا جايين مايكل مايكل ثريلر ثريلر ليه ليش حلوة ولا خايفة؟ هذا سكينة أكل طفلة جاتنا ستار ملكة الأناقة في العالم العربي سطور فوق راسها كيف خايبة برشا خايبة خايبة خارجينك في رملية قتلة روح عليها هكا وينك العدل المنفذ البليد عرفت تردوه عرفت عدل منفذك لتريحة قدام الدار صوتوه جماعه البلاص شنو اللي فوق راسي يا جاي؟ سطور اغزر 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 روحك غادي اغزر كل اللي زعمه في راسك مغروف سطور والله يا مش خايب مش خايبه ذي لوك جديد لوك بتاع هالوين ميرسي لي دونسور مهدي 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 ومريم ربي ينجحكم ميرسي اون ريسبكت بوكو سكو فو فيت لي دونسور ربي ينجحكم في قرايتكم ميرسي يعطيكم الصحة تفضلوا درة زروق ميرسي قوي 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 لقيتي ورقصتي معانا وفدلكتي وهزرتي وفزرتي عايشك وسمحنا كان الكوتة متاعك تبرت تمشي خلت على الانستغرام متاعك تلقى كات فولور ربي يستر ربي يستر والله درة ان شاء الله عجبك البرنامج ميرسي عايشك والله ضحكت برشا وعملنا جو ان شاء الله سمحنا كان عملنا حاجة مش في المستوى ديبلاسي دونك انت زاد عورت لها في الاخر زاد نحب نقول لك الحقيقه نتاع ربي الحقيقه معناها كلي
على ليميت عملت لي شويه العار في الاخر معنا انا فما حاجات تتفرج فقره غادي تتعاود تفرج فيها خرجوا برشا حاجات وخرج فيديوهات للسماح من الشعب المصري والشعب التونسي وحطها في راسي انا مش مشكل لا لا بالعكس يعرفوا اللي احنا نحبوهم وين نحبهم برشا وكان نفدلكم دره ميرسي بوكو عايشك تحيه خاصه لدره ميرسي بوكو ميرسي الببليك الفرسين وقعد صار معنا حتى توا وفي البرنامج موعدنا الخميس الجاي ان شاء الله باي باي